بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. في ليلة مباركة قبل الهجرة النبوية بسنة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت بنت عمه أم هانئ، جاءه جبريل عليه السلام فتح سقف البيت وأيقظ النبي وأخذه إلى المسجد الحرام، وعند الكعبة شق صدره وملأه حكمة وإيمانا ليتحمل مشاهدة عجائب خلق الله تعالى. ثم جاء جبريل بالبراق وهو دابة أبيض طويل، وأركب النبي خلفه عليها فانطلقت تهوي بهما، يقع حافرها حيث أدرك نظرها حتى وصل إلى أرض المدينة، فصلى النبي فيها ركعتين، ثم فعل مثل ذلك بطور سيناء، ثم انطلقا فوصلا إلى مدين بلد نبي الله شعيب، فصلى فيها نبينا ركعتين، وفعل مثل ذلك في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. مر جبريل بنبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأماكن لأنها أماكن مباركة مشرفة بالأنبياء الذين كانوا قبله. ومن عجائب ما رأى رسولنا أثناء سيره، رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا عن الطريق، ورأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود إلى هذا المنفذ فلا يستطيع، فقال جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. ورأى قوما تكسر رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأذية الصلاة. ورأى قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد، فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزناة. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر نحاسية، قال جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. ولما وصل بيت المقدس جمع الله لنبينا كل الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم نصب المعراج وهو مرقاة شبه السلم، فعرج به النبي إلى السماء، درجة منه من فضة والأخرى من ذهب. ثم استفتح جبريل عليه السلام باب السماء الأولى، فاستقبلهما آدم عليه السلام ورحب بنبينا ودعا له بخير، وفي الثانية استقبله عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف عليهم السلام، ثم عرج إلى السماء الرابعة فاستقبله إدريس عليه السلام، ثم إلى السماء الخامسة فاستقبله هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وكان يشبه النبي من حيث الخلقة. وفي تلك الليلة فرض الله تعالى على أمة سيدنا محمد الصلوات الخمس. وفي السماء السابعة رأى نبينا عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفه. ثم سار نبينا وحده حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. ومن جملة ما رآه نبينا تلك الليلة، رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية وله 600 جناح، وذلك عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ورأى العرش والحور العين والولدان المخلدين، ورأى الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. ولله در القائل: يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى أتيت بوصفه، وكأنك الرسام والبناء. فسبحان الله الخالق القادر على كل شيء، الذي خلق العرش والسماوات والأراضين والزمان والمكان فلا يحتاج إليها.